كان مصدر قوه لفريق الاتحاد ومنتخب الوطني، اصبح حقيقه الاهداف تدخل فيه بكل بساطه بكل سهوله، لان نعرف الاسباب. انت كمدرب وشاهدت هذا الهدف، لو طلبنا تحليل فني للهدف، هل هو براعه من اللاعب ام هو تقصير من حارس المرمى؟ هو الهدف موجود امامنا الوقت. عندنا الهدف لو سمحنا نقول لك ان الهدف التسديده قويه وفي مكان بعيد على الحارس الحقيقه تقال، يعني حتى الحارس ما يعني بالهدف واللاعب هذا اللي نعتبره انا دائما وابدا لإيهاب البوسيفي نقول انه من اللاعبين اللي عنده مستقبل وعايد من اصابه طبعا كان وعنده امكانيات مهاريه على مستوى عالي، واني نكرر فيها ونقول عنده امكانيات مهاريه على مستوى عالي وهداف من طراز رفيع، وكان ونجح في فريق الاتحاد في الفئات السنيه ونجح بصوره رائعه وكبيره في فريق المستقبل، والان ان شاء الله هذا تكون فاتحه خير عليه، لان اشبح التوناي واشبح التسديده في مكان صعب لحارس دولي، هذا حارس المنتخب اليوناني وقدر انه يحطها في مكان صعب. الحقيقه انا نقول لك ان اللعبه هو حي